يا جماعة النهاردة هنتكلم عن تجربتي في السفر البطيء. في ناس كتير بعتت لي وسألت لي انت ازاي بتقدري تسافري طول المدة دي، انت ازاي عملتي الخطوة دي، هو ايه السفر البطيء؟ السفر البطيء ان انا هحكي لكم قصة من اول خالص. اول ما اتقابلت انا وادي زوجي، هو دكتور وانا دكتورة، اشتغلنا سنين كتير جدا، حوشنا مبلغ كويس، بس ما زلنا بنشتغل اونلاين عشان في ناس بتفتكر ان احنا لسه عايشين على الفلوس اللي احنا محوشينها. لا طبعا، احنا بنعمل استثمارات صغيرة وبنشتغل شغل عشان نقدر نسافر اكتر او نحقق الهدف او الخطة بتاعتنا اللي احنا ماشيين عليها. فقررنا ان احنا نعمل زي تقاعد مبكر بشكل بسيط، يعني احنا مش قاعدين فعلا، بس احنا يعني عاملين في الايماجينيشن بتاعتنا كده ان احنا بنسترخي وبنستمتع ببقية حياتنا، لان احنا في بداية حياتنا اشتغلنا كتير جدا كتير كأطباء كدكاترة. ف يعني نظام شغل الشفتات بالنسبة لنا كان، بالنسبة لي او بالنسبة لأدي، كان مرهق جدا، او كان يعني واخد كل حياتنا. يعني انا ما كنتش بحب فكرة ان انا موجودة في نفس المكان من الساعة 9 مثلا لغاية الساعة 5، او ساعات بيبقى عندي شيفتات بالليل. ادي كان بيشتغل 7 ايام، حرفيا 7 ايام كل يوم من 10 ل 12 ساعة كل يوم لمدة سنين طويلة جدا 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 جدا. فهو سايكولوجيست، فبالنسبة له طبعا أعصابه كانت، يعني هو يستاهل أكتر مني السلو ترافلينج أو اللونج فاكيشن، أجازة طويلة. فقررنا إن احنا خلاص أوكي نعمل فول ستوب كده، نشتغل بشكل بسيط أونلاين ونستمتع بحياتنا. إيه الحاجات اللي احنا بنحب نعملها في حياتنا؟ أنا بالنسبة لي بحب الرياضة، بحب الفتنس، فقررت أدرس يوجا، وهو بيحب الدايفنج، الغوص، بيحب يغوص جدا، ده بالنسبة له السيرابي، العلاج بتاعه. عارفين كده لما بتحبوا انتوا تعملوا حاجة انتوا بتحبوها، هو بالنسبة له الغوص، بيرتاح نفسيا جدا لما بيغوص تحت المية، تحت في البحار يعني. فطبعا الخطة بتاعتنا ان احنا اول يعني بلد قررنا ان احنا نروح لها slow traveling، سفر بطيء. يعني ايه سفر بطيء؟ بنروح المكان ونقعد فيه ونعيش فيه بشهور. انا وصلت اندونيسيا في شهر 7 اللي فات، قعدنا في قبوت شهر، رحنا قعدنا في جزيرة تانية كام اسبوع، فروحنا تاني اتحركنا رحنا عشنا على جزيرة تانية كام شهر، وهكذا عمالين نتنقل من جزيرة لجزيرة في نفس البلد بس بنغير اماكن كتير. طيب احنا ليه اخترنا اندونيسيا في اول بداية مشوار السفر؟ زي ما قلت لكم انا بحب اليوجا وادي بيحب الدايفنج، فقررنا ان احنا نروح اندونيسيا عشان انا ادرس يوجا، وانا دلوقتي 500 ساعة يوجا تيتشر، بدرس دلوقتي اونلاين. لو حابين تتواصلوا معايا في الاونلاين سيشن ابعتوا لي على صفحتي على الانستجرام ونحجز ميعاد مع بعض. وادي بالنسبه له بيحب الغوص، فطبعا اندونيسيا في هنا اماكن دايفنج سبوتس حلوه جدا جدا، مع المانتاز والشاركس، والمالديف كمان ناويين نروحها، النكست ستوب بتاعتنا هتبقى، او النكست ستيب بتاعتنا هتبقى على المالديف، وفي اماكن تانية هنزورها. فتابعونا طبعا دلوقتي، اعملوا سبسكرايب للقناة واكتبوا لي لو انتوا حابين تعرفوا اي حاجة عني انا او ادي. المهم وصلنا اندونيسيا عشان انا اعمل اليوجا بتاعتي، درست يوجا واتخرجت، وكمان درست اريال يوجا، اليوجا اللي بتبقى على السوينج او الهاموك. وادي عمل دايفنج في اماكن كتيرة هنا جدا مشهورة، احلى اماكن دايفنج في العالم. وبكده عملنا البالانس في حياتنا، بنستمتع بحياتنا، بنعمل الباشون بتاعنا، وما زلنا بنشتغل بس اونلاين. اهم حاجة في السفر البطيء يا جماعة ان انتوا تكونوا خفيفين جدا في الاوزان بتاعتكم. يعني ادي كان معاه، يمكن عدة ادي كانت تقيلة شوية لان معاه عدة غوص، البي سي دي والتولز بتاعت الدايفنج بلس والفينز والكلام ده، بلس ان هو معاه كاميرا
للتصوير تحت المية، فكانت دي بالنسبة لنا يعني شنطته تقيلة شوية. أنا كان معايا شنطة اللبس بتاعتي ولبس اليوجا واليوجا مات والكلام ده، فأنا كان معايا شنطة وأدي كان معايا شنطتين. طيب أهم حاجة قبل ما تسافري لازم التحضير، التحضير مهم جدا. احنا لما أخدنا قرار السفر، أنا بصراحة كنت أنا واخدة قرار السفر أصلا من قبل ما أقابل أدي، احنا بقالنا سنة مع بعض. فقبل ما أقابل أدي أنا كنت ناوية أعمل سلو ترافلينج، وادي برضو يعني هو كان في خطته فبدأنا. بس قبل ما نبدأ حضرنا للموضوع، انا ثبت شغلي الاونلاين، هو ثبت شغله اونلاين، عنده كلاينتس البيشنتس بتاعته حجزهم اونلاين، يعني حولهم من ان بيرسون لاونلاين، او في يبقى عنده يعني كلاينتس في اوروبا او في امريكا في اي مكان في العالم يعني. فظبطنا الموضوع ده اونلاين. الشنطه لازم بتاعتكم تكون خفيفه جدا، بتاخدوا الاساسيات جدا وحاجات ما بتبقوش يعني فاليبل، ما تبقاش غاليه، هقول لكم ليه بعد شويه. تاني حاجه قبل ما نسافر بعنا حاجات كتير جدا 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 في البيت بتاعنا، اتخلصنا من العفش كتير جدا. انا وادي اتجوزنا بشكل سريع، فما عندناش شقه وما عندناش عفش، يعني احنا اجرنا مكان بعفش، واحنا جبنا شويه سكند هاند فرنتشر اساس او حاجات. احنا عايشين في كنا عايشين في دهب جنب شرم الشيخ في جمهوريه مصر العربيه، فاحنا ما عندناش شقه، يعني ما عنديش شقه ما عنديش عفشي انا، بس انا جبت حاجاتي الخاصه، هو جاب الحاجات بتاعته، وعملنا بيت كده لذيذ صغنن في مدينه دهب. بس قبل ما نسافر الحاجات اللي احنا كنا شارينا سكند هاند، بقينا عفش كتير جدا، عملنا ديكلاترنج، اتخلصنا من لبس كتير، اتخلصنا من عفش، والحاجات اللي احنا عايزينها لسه تبقى معانا عملناها في شنط وخزناها في الجنينه في البيت اللي احنا مأجرينه. ودلوقتي في صحابنا عايشين في نفس البيت، فاحنا كده ما بندفعش ايجار البيت، فطبعا بنقلل المصاريف اللي احنا علينا، يعني مش هنحط شنطنا وندفع فلوس بيت واحنا رايحين نسافر. فطبعا بنأجر البيت اللي احنا قاعدين فيه عشان ما نضطرش ان احنا ندفع ايجار، عشان احنا عاملين فيه ستورج روم كده للحاجات الشخصيه بتاعتنا او الحاجات بتاعتنا، خاصه ان ادي عنده حاجات دايفنج كيت غاليه، فطبعا مش هيقدر يسافر بده كله، فعملنا ستورج روم جوه البيت، والبيت ده ايه اصحابنا قاعدين فيه. تاني حاجة الاستعداد، اللي طبعا احنا حضرنا شنطنا، خدنا الاساسيات، خلصنا حاجات كتير من جدا في البيت. طبعا الماديات بنبقى مرتبينها ومظبطينها، عارفين ان احنا رايحين سلو ترافلينج، يعني احنا هنسافر على لو بادجت، مش لو بادجت اللي احنا يعني هنروح نقعد في هوستل وحاجات بسيطة، لان احنا طبعا مش هنبقى مرتاحين، لان ادي بيحب شوية يكون مرتاح، وانا كمان من الشخصيات اللي بحب اقعد في البيت، يعني ما بخرجش، يعني لما بزور مكان بروح للاماكن اللي إن انا انترستد بيها، بحب اعمل مغامرات اكتيفيتي. وطبعا تابعوا البلاي ليست اللي على قناتي في بالي، سياحه بالي، هتلاقوا كل الاكتيفيتيز اللي انا عملتها في بالي، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. فما مش بتاعت قعده كافيهات واروح اشرب الكابتشينو كل يوم بتاعي الصبح في الكافيه الفلاني والفطار، لا. لما بنسافر على لو بادجت، بس بنبقى مرتاحين ومدلعين نفسنا، بنجيب اللي احنا لبسنا فيه، ما بنعملش شوبينج، ما بنشتريش لبس، لان احنا بنبقى واخدين الحاجات اللي احنا عايزينها. يمكن لما وصلنا اندونيسيا كان المشكله الوحيده اللي قابلتني هنا ان معظم الاماكن، انا يعني انا متفقه مع ادي ان انا لما هسافر انا مش هقعد في اوتيلات، انا ما بحبش اقعد. بنقعد يعني بنقعد يوم يومين بس، لما عشان احنا بنسافر سفر طويل انا بروح ادور على استوديو او اوضه بحمام ونأجرها ونقعد فيها بالشهر شهرين على حسب ما احنا ايه يعني المود بتاعنا واخدنا. فدايما بدور على اماكن فيها يكون فيها مطبخ، لان انا اللي بطبخ لنفسي، اولا عشان انا اللي بختار الانجريديت، بختار حاجات صحيه، تاني حاجه ان انا يعني هنوفر فلوس كتير، تالت حاجة ان انا ما بحبش اخرج كتير، الناس بتفتكرني ان هو بروح واجي، انا بيتوتية جدا يا جماعة، بعمل شغل من البيت، بحب اطبخ في البيت، بحب اعمل كل حاجة في المطبخ بتاعي، هفرق على الشقة اللي احنا قاعدين فيها مأجرينها حاليا في اخر الفيديو. فانا متفق مع ادي لو هنجيب مكان لازم يكون فيه مطبخ. يمكن المشكله لما جينا اندونيسيا معظم الاماكن هنا ما بيبقاش فيها مطبخ، بتبقى اوضه بحمام، معتمدين ان هو المكان الهوم ستي اللي انتوا قاعدين فيه او الاستوديو او الفيلا، بيسموها فيلا بس هي مش فيلا، هي هوم ستي كده زي اوضه بصاله او حاجات بسيطه جدا، يعني مساحه صغيره جدا، ما بيبقاش فيه مطابخ. ف
رحت على الاونلاين زي ما احنا كده عندنا شوبينج اونلاين، رحت اشتريت من اونلاين بوتاجاز صغنن قد كده اهو، واشتريت حله جرانيت كبيره عشان اطبخ ليومين انا وادي، واشتريت ايه كمان توستر اللي هي جريل كده صغننه، هفرقها على الحاجات دي كلها عشان انا اقدر يعني اطبخ لنفسي، ومش اضطر كل يوم اخرج اللي هو اصحى من الصبح يلا نلبس عشان نروح نفطر، يلا نخرج عشان نروح نتغدى، يلا نلبس عشان نروح نتعشى. لا انا بحب اطبخ لنفسي، وانا كمان يعني انا بعمل سلو ترافلنج، واهميه ميزه سلو ترافلنج ان انتوا بتعملوا ميرجنج مع الكالتشر، يعني امتزج مع الثقافه بتاعت البلد. طب يعني ايه؟ يعني لازم انزل لوكال ماركت، السوق كده المحلي، واشتري خضار وفاكهه واتعامل مع الناس. انا جايه هنا عشان يعني اندمج معاهم، احس بحياه جديده، بناس جديده، بروح جديده، بكالتشر جديده، كل حاجه جديده حواليا. فلازم ما بقاش معزوله ان انا قاعده في كافيه او مطعم كل يوم اروح اكل فيه، يعني مش هبقى بصل للموضوع من فوق، لا انا بحب اجيبه من عمق، زي ما ادي بيغطس انا بغطس في الكالتشر كده. فاشترينا شويه حاجات بسيطه اسينشال اسينشال فعلا احنا محتاجينها، ضروريه في حياتنا. فدي كانت الحاجه اللي انا يعني في السلو ترافلنج دايما يعني بفضل. تاني حاجه، مش تاني حاجه، معرفش عدوا انتوا بقى ورايا، انا قلتها. انا يعني لما كنت موجودة في بلدي كنت بحب اروح الجيم كل يوم. دلوقتي بعد ما درست يوجا وبقيت يوجا تيتشر، دلوقتي انا مش محتاجة اروح الجيم. يعني كمان عندي سبب اللي انا مخرجش من البيت ان انا اروح الجيم، ليه؟ لان انا بعمل يوجا في البيت بوكس وعندي الاستراب، ده جيم بالنسبة لي متكامل. هفرجكم برضو على اخر الفيديو الجيم بتاع المتكامل عبارة عن ايه، يوجا مات تمام، الاستراب واليوجا بلوكس والسلايدرز. السلايدرز دي بستخدمها بس عشان ايه، تشد منطقه الابس عندي وافتح سبليتات اللي هي البرجل، فرونت سبليت وميدل سبليت، بتساعد شويه. دي كانت من الحاجات برضو يعني اللي عملت لها مينيمايزنج، يعني بدل ما اروح الجيم بعمل في رياضه في البيت، وده طبعا اللي انا وفرت بادجت الجيم. فطبعا وقت السلو ترافلنج لازم تبقي مركزة جدا جدا مع البادجت بتاعتك، ما تبقيش اوبن قوي وما تبقيش برضو تايتد قوي، لازم تدلعي نفسك بس برضو تبقي معقولة، لان ده لايف ستايل. لو انت راحة اسبوع يا ستي روحي اصرفي وشبرقي نفسك، بس انت قارني كده، انت عايزة اسبوع ولا عايزة تقعدي شهر؟ هتحتاجي شهر. فاحنا عايزين نسافر مدة طويلة، فبنركز او بنحدد او بنقنن البادجت بتاعتنا، فبنروحش نقعد في اماكن غاليه جدا، لاكجيريوس الفنادق الغاليه، بنروح نقعد في اماكن بسيطه. وميزه كمان بالي ان يعني بفلوس بسيطه تقدروا تقعدوا وتاخدوا خدمه 5 ستار، لان البلد طبيعتها جميله، جمال رباني، الخدمه فيها حلوه قوي، الفواكه فيها جميله جدا، الاكل فيها صحي صحي جدا، عندك اوبشنز كتير جدا، كل الاوبشن اللي انت متخيلها. لو انت فيجن هتلاقي، لو انت فيجيتيريان هتلاقي اكل لذيذ، لو انت كارنيفورا هتلاقي اكل كتير بتحبيه. الثقافه هنا متنوعه، وبتحترم وبتتقبل اي اختلافات، وبتحترم يعني اي منتاليتي. وكمان ان هي اهم حاجه هنا في بالي، ان انت ترجعي تاني للطبيعه، بتعيشي في وسط وحضن الطبيعه. كل يوم بصحى اشوف كميه خضار في وشي، وسما زرقاء، وبحر، واكسجين بيور. الحاجات دي كلها احنا فقدناها في الحياه المدنيه. لغايه دلوقتي انا وادي لما جينا نسافر اندونيسيا، احنا كنا عاملين خطتنا على 3-4 شهور، وبصراحه الموضوع سحب معانا لغايه دلوقتي. انا بقالي 6 شهور في بالي مش عارفين نطلع منها، بمزاجنا طبعا احنا اللي حابين. احنا قاعدين على جزيره حاليا، اتنقلنا من جزيره نوسا لمبونجان ورحنا جزيره تانية لومبوك. فاحنا مسافرين ما بناخدش حاجات غاليه معانا، عشان ممكن في اي وقت لو اضطرينا نشتري حاجه فعلا احنا محتاجينها وحسينا ان هي قيمه ومش عايزين نتخلى عنها، فممكن نتخلى من الحاجات اللي احنا جايبينها اساسا معانا من بلدنا، سواء لبس، في المعظم بيكون لبس يعني. فدايما بناخد حاجات مش قيمه، ولما بنشتري حاجات يعني لو محتاجين حاجه مثلا، لما بدانا نتعلم سيرفنج هنا احنا ما عندناش اي لبس للسيرفنج، فبدانا نطلب اونلاين زي ما في
زي مش عارفه علي بابا او حاجه كده، بتبقى حاجات رخيصه جدا، بتبقى كواليتي كويسه متوسطه، مش فانتازي مش براند، بس بتبقى حاجات كويسه وباسعار رخيصه جدا. لما بنروح المول بنروح نشتري من الاماكن ممكن في براندات على فكره حلوه جدا وبتبقى رخيصه، زي مينيسو. مينيسو انا اشتريت من عنده شويه حاجات حلوه جدا، اشتريت من مينيسو الفروت ميكسر، الخلاط اللي عشان اعمل سموزي بول، لان دايما هنا في بالي منتشر جدا السموزي بول بالفواكه، الفواكه الاستوائيه يا جماعه تجنن. فبدل ما كل شويه اطلع بره واعمل سموزي بول، انا جبت الميكسر اشتريته من مينيسو، رخيص جدا، كان نازل من 800 ل 170 كي بالعمله بتاعتهم، فرخيص جدا جدا على الكواليتي بتاعته، تحفه. فدي من الحاجات اللي انا مش هستغنى عنها، لان رخيص جدا، الكواليتي جباره، القوه بتاعت الميكسر الخلاط ذات نفسه قويه جدا، بيعمل التلج وبيعمل سموزي بول، فطبعا لا حلوه جدا. فدي يعني حاجه احنا اشتريناها بس مش هقدر اتخلى عنها لانها كانت فاليبل، الكواليتي عاليه ورخيصه. بس في المقابل طبعا هضطر ان انا اتخلى عن حاجات تانية لاني معيش اوزان كتير، ودي حاجة برضو في السفر لما بناخد طيران بنحجز الطيران من بدري جدا 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 من قبلها كتير، بيبقى طبعا زي ما قلت لكم التحضير للسفر اهم من السفر ذات نفسه عشان تبقوا مستعدين. فبنحجز الطيران قبلها من بدري، بنحجز من مكاتب، مش المكاتب بتاعت شركة الطيران، لا من مكتب، المكاتب دي بتبقى حاجزه الرحلات من سنين، من قبلها بسنين، فبيبقى واخده بسعر رخيص جدا جدا، فاحنا بناخد سعر احلى من سعر الشركه ذات نفسها، وبنسافر طيران اقتصادي، فبيبقى فكره الاوزان بقى دي بتبقى ايه، عشان تاخدوا سعر طياره حلو لازم تكونوا مش معاكم اوزان كتيره، لان بتبقوا محددين قوي في الوزن. فبنشتري حاجه، بنتخلى عن حاجه، بنروح نشتري من براندات بسيطه على حسب لبس، بنشتري من اي مكان، ممكن من اللوكال ماركت بنشتري، لو احنا فعلا محتاجين ما لقيناش بنطلب اونلاين من توكوبيديا، رخيص جدا 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 وحاجات لذيذه جدا وهكذا. فبنعمل البالانس ده، ان احنا بنوفر فلوس وبنستمتع بحياتنا في نفس الوقت. طول ما انت ماشيه شيلي حاجه من على الارض، كفوا الاذى عن غيركم او عن الارض ذات نفسها، الارض بتدينا حاجات كتير جدا، خلي حته الكارما دي جواكي دايما شغليها. اكلي حيوان، وانت بتعملي اكل زودي شويه الكلب او قطه بره، وانت ماشيه ساعدي. يعني انا لما بشوف نمله محبوسه بطلعها بره يا جماعه، يعني طبعا في بالي هنا الحشرات كتير جدا، والجيكو اللي هو السحليه اللي بتمشي، انا بالنسبه لي الحاجات دي متعايشه مع الطبيعه، دي ضريبه الطبيعه. فلو انت جايه الطبيعه وفاكره ان انت هتبقي ايزوليتد ومحطوطه في المش بتاعت البيز بتاعت البدله بتاعت النحل اللي بيلبسوها عشان النحل لا، يعني طبيعي ان انت هتبقي وسط حاجات ظروف مش هتبقي مرتاحه معاها، بس لازم تتكيفي، لازم تتاقلمي. عشان كده دايما هقولها لكم المره المليون، اتعودي على حياه المينيماليزم، اندمجي مع الطبيعه، تقبلي، خليكي اوبن، خليكي بيسفول، متسامحه مع نفسك مع اللي حواليكي، ساعدي كائنات ضعيفه في الشارع، ساعدي الناس، حاجه بسيطه، شيلي لو في بلاستيك او اي حاجه على الارض شيليها وحطيها في الباسكت الزباله، ما تهدريش اكل في البيت، اطبخي على قدك وقد زوجك، لو في اكل تفضل روحي اكلي للحيوانات، اعملي ريسايكلينج تدوير، حاولي ان انت لما تعملي شوبينج تاخدي الاكياس القماش بتاعتك، ما تشتريش في بلاستيك، لما تروحي تشتري حاجات في ازاز او في حاجات تقدر يحصل لها ريسايكلينج ما تشتريش في بلاستيكات. في السفر برضو البطيء لما بروح اعمل شوبينج من السوبر ماركت بروح اشيل حاجات مثلا في جارات، لان الجارات دي بقدر استخدمها تاني في البيت، بستخدمها للتوابل، بستخدمها للشيا سيدز والسيدز بتاعتي، بستخدمها للبقوليات، بخزن فيها السوائل، بشرب فيها المشروبات بتاعتي انا وزوجي، قهوه، هيربس، شاي، whatever. فدايما في المينيماليزم دايما بتحسي ان انت بتعملي مالتي تاسكينج، بتستخدمي يعني الجار بستخدمه بشرب فيه قهوه، شاي، حاجات دافيه، ممكن اخزن فيه سيدز، لو انت جبتي كيس
يعني الاكياس حاولوا ان انتوا تقللوا منها، فدايما خليكوا بوزيتيف سينكر، يعني دايما يعني عندكم البوزيتيف سينكينج ده، دايما فكروا بشكل ايجابي، وزي ما بتاخدوا حاولوا تدوا، وده هيعود عليكم بشكل بوزيتيف في الكون بصفه عامه. اتمنى تكون فكره السفر البطيء بالنسبه لكم واضحه. انا حكيت لكم عن تجربتي في السفر البطيء، يمكن انا كنت يعني قايله المده هتبقى اقصر من كده، بس الموضوع فتح معانا واحنا مبسوطين بالقرار ده. احنا يعني هو دي فكره السفر البطيء، انت بتروحي مكان بتقعدي فيه، بتندمجي، بتنسي نفسك لغايه ما تحسي ان انت ما عدتيش حابه تقعدي في المكان، او طاقتك خلاص عايزه تغيري المكان، عايزه تغيري المود، بتروحي مكان تاني، وده اللي انا وادي بنعمله. بلس ان احنا خفاف جدا زي ما قلت في الشنط بتاعتنا، بنقدر نتحرك، انا عندي شنطه هو عنده شنطتين. يمكن الحاجات اللي زادت اللي اشتريتها البسيطه، الاساسيات اللي انا قلت عليها، اشتريت اساسيات انا محتاجاها في الديلي يوز بتاعي، في الاستخدام اليومي بتاعي، فجبتها. بلس ان انا لما مثلا لو شفت حاجه، يعني انا مش بعمل شوبينج، بس لو شفت حاجه عجبتني قوي وخلاص نفسي فيها بشتري الحاجه دي، بس بتخلى في المقابل عنها. يعني لو اشتريت تيشرت بتخلى عن تيشرت قديم من عندي. بلس ان انا اللبس اللي انا واخداه او معظم الحاجات اللي انا واخداها مش فاليبل قوي، بحيث ان انا ممكن لما اتنقل من مكان لمكان اسيب حاجتين ثلاثه هنا، اسيب حاجتين ثلاثه هنا، ممكن اتبرع، يعني الناس ممكن ياخدوها يدوها للناس الفقراء. فطول ما انت ماشيه بتسافري مفيش شوبينج، بتحاولي ان انت تكوني على نظام المينيماليزم، وكلمت عن المينيماليزم في الحلقه، يعني عملت حلقه عن المينيماليزم وازاي غير لي حياتي، وازاي بالمينيماليزم حوشت فلوس، حسيت بالسعاده، حسيت ان انا مور بيسفول، اتكلمت في الحلقه دي، اتكلمت عن الموضوع في حلقه قبل كده، هحط لكم اللينك برده في الديسكريبشن بوكس، هتلاقيها كلها، يعني كل الفيديوهات بخصوص اللايف ستايل هتلاقيني حاطها لكم تحت بلاي ليست جيرل ستوك، فممكن تتفرجوا على الفيديوهات دي كلها، انا متاكده ان هي هتفيدكم جدا. يلا بينا نتفرج على المكان اللي انا قاعده فيه. انا قاعده في استوديو، يمكن انا بقالي حرفيا 6 شهور في بالي، طول ال6 شهور انا وادي بنعيش مع بعض في اوضه بحمام. احنا اتحركنا لجزيره تانية زي ما قلت لكم لومبوك، اول مره اقعد في استوديو في مطبخ. فيلا بينا كده اخدكم في زياره، هي اوضه فيها كل حاجه. يعني زي ما قلت لكم انا بحب اطبخ لنفسي، فيلا ناخد جوله في المكان كده وافرجكم على الاستوديو اللي انا قاعده فيه. ده المكتب اللي انا كنت بقعد اصور فيه دلوقتي، تمام. ده زي ده المدخل بتاع الاستوديو، هنا المطبخ، شايفين صغير خالص، تمام. ده يعني اكبر مكان قعدت فيه من 6 شهور يا جماعه. ده شكل المطبخ، او انا مبسوطه جدا لان انا بقدر اطبخ هنا. طبعا ادوات المطبخ بتاعي اللي انا كنت شارياها حاطاها هنا، كنت جايبه بوتاجاز وخلاط وتوستر وحله، دول اللي بطبخ فيهم. تمام، ده السرير بتاعنا، طبعا شايفين السايد تيبل بتاعه ادي كلها لخبيط، انا شايفين الركن البعيد الهادي، وده الدولاب، وده الحمام، ده الشاور. وعايزه اقول لكم شايفين دي الغساله بتاعتي. في اندونيسيا هنا يا جماعه، يعني حتى لو قعدتوا في شقه مفيش غساله. انا مش فاهمه ايه الفكره في الموضوع ده، مفيش غساله، يعني ليه؟ لان دايما بيبعتوا لللاندري، انا ما بحبش اللاندري لاني بستخدمه ديترجنت قوي جدا، فبحس ان هو غلط على الجسم، فاشتريت الطبق ده. وهدومي بس او هدوم قديمه ما بتبقاش وسخه، بس بتبقى ريحتها عرق، فبغسلها وانا بنشر مع نفسي. فبقالي 6 شهور، 6 شهور انا بغسل على ايدي كده زي نانسي عجره حبيبي، قرب نص ونص، تمام. وبنشر كل يوم يعني، ما بحاولش ان انا ارقم الهدوم. اول ما بلاقي انا بقول ادي، اول ما تلاقي حاجه، اول ما يكون عندك حاجه عايزه تتغسل حطها هنا وانا هنضفها لك او اغسلها. هاي يعني انا
عايزه اوريكم بقى الفيو من هنا مثلا. عجبتني قوي السجاده دي، حبيتها قوي، حاسه اني عامله ماتشنج مع ده. شايفين المنظر؟ فيو هنا السرير، شفتوا انا مرتبه خالص يا جماعه، ادي شايفين حتى شنطته ما عملهاش انباكينج. انا شنطتي عملت لها انباكينج وكل حاجه. عايزه بقى اوريكم الجيم بتاعي، ده الجيم بتاعي البلوكس، ودي اشتريتها هنا، اشتريتها رخيصه جدا من مينيسو، وده الاستراب بتاعي، وده لما بحب اعمل كارديو مش محتاجه مشايه، لما احب اعمل كارديو بنط الحبل، ودي السلايدر عشان بتساعدني ان انا افتح سبليتات، دي حلوه يعني، هي طبعا باظت بتزحلق من هنا، فانت بتحطي ركبتك او رجلك هنا وبتزحلق مع الاثنين طبعا. وهنا دي زي الني بادز كده عشان رجلك، ودي اليوجا مات بتاعتي، وده زي اسمه ايه ريزيستنت باند للايدين. فده الجيم بتاعي المتنقل، انا مش محتاجه اعمل جيم، انا بعمل يوجا. اليوجا يا جماعه لايف تشينجر جيم، يعني بجد لازم تعملوها ولازم تحسوا باليوجا. اشوف اوريكم بره تيمبلنتات، الجو حر بره طبعا، انتوا الجو عندكم برد. وفي كمان بسين الناحيه الثانيه، لو انتوا لو احنا عايزين نروح، حابين نروح البسين ساعات قبل الغدا كده، لما الغدا بيكون على النار بحضر او بطبخ، انا وادي بنروح كده ننزل البسين نسبح شويه لغايه ما الاكل يكون استوى يعني، ونيجي نتغدى ونتفرج على موفي. حلقة النهاردة عن السفر البطيء، لو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات تحت، ولو انتوا حابين تتواصلوا معايا وان تو وان نعمل فيديو كول مع بعض، نتكلم نعمل انسبيريشن لبعض، هتلاقوا اللينك سايبه لكم على الانستجرام بتاعي، ممكن تحجزوا معايا سيشن. ولو حابين تحجزوا معايا برضو يوجا اونلاين، نمارس يوجا كل يوم، اشجعكم ان انتوا تصحوا الصبح تعملوا يوجا، وعلمكم الادجستمنت بتاعت الاسانس او البوزز اللي احنا بنعملها في اليوجا، وازاي اليوجا فرقت معايا spiritually mentality على جسمي حتى. يعني اليوجا بس مش حركات جسم، مش فيزيكال، اليوجا كمان غيرت تفكيري، خلتني more comfortable مع نفسي. اليوجا بتوحد العقل والنفس والمايند والسول والسبيريت، يعني دي صعب كمان، يعني صعب الثلاث حاجات دول كلهم يتقابلوا مع بعض. فاليوجا بتوحد ده كله مع بعض، وتخليكي تعملي ريكونكتنج مع نفسك من اول جديد، نفسنا اللي احنا فقدناها في حياه المدينه والزحمه والشغل، ونصحى كل يوم الصبح عشان نروح نلحق ميعاد الشغل بتاعنا، عشان لو اتاخرنا البصمه ومش عارف. لا 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 لا، من فتره لفتره انصحكم لازم تنعزلوا عن الحياه المدنيه، تروحوا تقعدوا في الريف، تروحوا تقعدوا في الطبيعه، وكنت اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه، ولو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتشاروا الفيديو لاصحابكم، وتنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، وتابعوني يومياتي انا وادي زوجي، دايما بشيرها على الانستجرام بتاعي. ولو عندكم اي اقتراحات للفيديوهات الجايه اكتبوها لي في الكومنتس، وانا برضو هجمعها واشوف ايه الحلقه الجايه اللي هعملها. لو انتوا حابين موضوع معين حابين اتكلم فيه اكتبوا لي. اشوفكم في حلقه جديده، باي باي.